احنا نفتخر بكم، نفتخر بانجازاتكم اللي قاعد تتم من وراء الكواليس خدمة اهل الكويت، ونفتخر ان يكون عندنا طاقات شبابية رجال ونساء بهذا العلم العالي في تطبيقهم لجميع معاني العمل التقني العالي الجودة. اللي قاعد تسوونه مؤسسات أخرى سواء كانوا بالكويت ولا برا يبون شركات متخصصة العمل ولو جزء بسيط من اللي أنتوا قاعد تسوونه. دائما نقول نبدي أهل الكويت على كل شيء، لأن إحنا وجودنا في كراسينا هذه في مواقعنا هذه خدمته، ما فيها منه ولا فيها أي شيء، بالعكس هذا شرف وأكبر شرف أن نخدم أهل الكويت ونسهل أمورهم ونحافظ على مصالحهم، وهذا اللي أنتوا سويتوا، حافظتوا على مصالحهم، حافظتوا على وقتهم في إنجازهم أعمالهم من خلال هذه التطبيقات تسهيلاً لأمورهم اليومية. الله يعلم كل واحد فيك عنده ظروف وعنده أمور، يمكن في معاملة واحدة من اللي سويتوها من خلال هذه التطبيقات ممكن أنه يأخذ ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام ومرات يمكن أسبوع من مكان لمكان لحد ما يخلص هذا إنجاز معاملته. بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، بارك الله في عملكم، والله كثر من أمثالكم، أسأل الله يحفظكم وأسركم الكريمة وتستمرون في هذا العطاء وهذا المنوال، سواء نحن كنا على في هذا المكان أو غيره. قطعنا على نفسنا عهد ووعد أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام أهل الكويت، راح نخدم أهل الكويت لآخر يوم في عمرنا. هذا هو الشرف.